ميرسي يا ماري مرة تانية، ومن المراسلات المتألقين، واحنا كل مراسلاتنا ومراسلنا بصراحة متألقين جدا بجد، يعني ستاف محترف ونعمة اختيار القناة. والله دي مش مجاملة من قلبي، وأنا وكريم دايما بنقولها، وأعتقد صحيح كل مذيعين صحيح قناة الأهلي شعارين بده، احنا عندنا مراسلين في غاية الاحتراف حقيقي. شكرا ليكي. وأنت متخيل إن عدت سنة؟ يعني احنا من سنة على بالظبط، البرنامج. لا من سنة على البرنامج، ومن سنة كنا قاعدين انا وانت القعدة دي بالظبط، وكان عيد ميلادي السنة اللي فاتت. ايوه صح، يعني انا فاكر حتى وقتها، وقت ايه كبرت البنوتة وتمت 19 سنة، وفي ناس والموضوع ده اثار جدل واسع جدا. لا ده في ناس لو انا مش والله. 19، بس انا مش اكبر بكتير برضو يعني، بس مش 19 يعني، بس عدت سنة بجد والله، يعني وبقولها من قلبي، من احلى سنين يعني حياتي العملية. يعني بجد انا سعيدة جدا ان انا في قناة الاهلي، وسعيدة جدا ان انا معاك يا كريم بجد. أصيلة. والله والله العظيم من قلبي دايما الناس. بتكلم، ربنا من يخليك اكتر الناس حقيقي ان انا اشتغلت معاهم ومبسوطة معاهم بجد. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ويا رب يكون الناس كمان مبسوطين بالمحتوى بتاع برنامجك. والله من الفيدباك اللي بيجي لنا حاجة، يعني انا بنبسط من قلبي فعلا لما بقرا كم الناس اللي بتكتب كلام حلو، واللي بتشجعك، واللي بتقول لك كل يوم، تبقى حريصه ان هي تقول لك ان هي بتتابعك. وفكره كمان، وده يعني حضراتكم خشوا على السوشيال ميديا وعلى تويتر تحديدا وشوفوا بنفسكم، حتى جمهور بينتمي لنوادي تانية بيتابعنا، فدي في حد ذاتها ان دلت على شيء فتدل على نجاح. الحمد لله رب العالمين، ونوعدكم باذن الله يكون مزيد ومزيد من النجاح في هذا البرنامج. على ذكر المتابعين والمشاهدين، بالمناسبه من الحاجات اللي كانت ملفته جدا للنظر بالنسبه لي، انا اتفاجئت بكم وافر من السيدات الفضليات حتى كبيرات السن منهن بيتابعونا، ومن خلي بالك مش بيتابعونا لوحدنا، بيتابعوا قناه الاهلي على طول. في مره من المرات واحده منهم قاعده بتحلف لي 100 يمين ان هي ما بتقلبش التلفزيون بتاعها على قناه الاهلي اصلا. ايوه هو ده المطلوب، حاجه جميله هو جدا. ده المطلوب.